أنس مروة عم بحمس المتابعين مفاجآتهم الجديدة، وأكثرها الألبوم الموسيقي اللي عم بتحضره أصالة اللي رح ينزل قريبا جدا واللي يحمل عدة أغاني لها. خضع معتصم مقداد مبارحة لعملية جراحية على مستوى العين، وذلك لتصحيح النظر، وطمأن أخوه الوليد مقداد الجمهور عن حالته بعد العملية من خلال الستوريهات على انستغرام. ألف الحمد لله على السلامة لمعتصم مقداد. أما غيث مروان فأثار الجدل مبارحة أيضا بخضوعه لعملية جراحية، حيث انتشرت عدة صور له من المستشفى. فغادر مبارحة المشفى وشارك اليوم عدة ستوريهات طمأن من خلالها الجمهور. ألف الحمد لله على السلامة لغيث مروان. ثاني شيء شكرا على المسجات الحلوه، والله ما قصرت، ثانك يو سو ماتش. شكرا لك. حدا سال امبارح ما قدرت انزل ستوريز لان اول مره كانت بحياتي بدخل بمخ يعني بغيبوبه، يعني قال لي الدكتور يلا بدك شيء، قلت له ليش اختفيت، هذا اللي بتذكره. تمام. نارين بيوتي شاركت ردت فعلها لما قامت الصفحه الرسميه ليوتيوب بنشر صورتها مع شيرين بيوتي على انستغرام، فنشرتها الستوري وكتبت او ام جي وعلقت على البوست بهالتعليقات. بيسان اسماعيل ومن بعد غياب طويل شاركتها الستوريهات واللي كشفت من خلالها سر غيابها، وهو تحضيرها لفيديو خطير وما صورت كواليسه لحتى ما تحرق على المتابعين تفاصيل الفيديو، وكشفت حتى انصدموا من الفيديو. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شايفين هالشكل؟ هلأ رجعت من التصوير، كان عندي تصوير هاليوم كامل وكنت بلوك معين، وما فيني صور لكم ستوري مشان ما احرق اصلا اللوك اللي عندي.